نوصل لمولود القوس يلي رح يبشروا هيدا الشهر الشمسي الجديد الناري بدورة فلكية جديدة وانعطافات مهمة وبداية مسيرة مع توافد الكواكب لبرجك الشمس عطارد والمريخ يلي بقدموا لك فرص لنجاح حظوظ كبيرة بحيث بتكون مباركة من الفلك أوضاعك على كافة الأصعدة. البداية وجود القمر بالجدي نهار السبت ببيت المال بيت الدعم والأمر بيساعدك بشكل خاص ماليا ومصرفيا ممكن تحصل على بعض العائدات المالية لكن حاول انك توازن بين مدخولك ومصروفك. بتتابع التأثيرات الحلوة مع انتقال الأمر لبرج الدلو الأحد والتنين. هالأمر بخليك تتألق بهالأيام الجيدة جدا بعطيك سرعة خاطر وبتساهم بتسهيل مسيرتك وبتحمل لك الربح والمكاسب على كافة الأصعدة مهنيا نجاح تألق سفر تنقلات كل هالأمور رح يقدم لك الحظ الفرص النادرة والتقدم الدراسي والمهني في مشاريع نجاح وشغل. مشان هيك عليك انك تتوقع الكثير من المهام والأعمال. تختفي الحظوظ والمساعدات لحظة وصول الأمر للحوت نهار الثلاثة والأربعة يلي بخليك شوي ضايع بتوجهاتك جو من البلبلة توتر تنافر مع برجك بيولد لك ضغوط وأزمات وبحسك على قلب الطاولة وبيهدد شغلك لكن رح تتحسن الظروف. تختم الأسبوع بيومين كتير حلوين فيهم أمال جديدة وتأثيرات مباركة مع انتقال القمر للبرج الحمل الخميس والجمعة بشكل مثلث فلكي مع الشمس من برجك وبتنقلب المعطيات لصالحك. أجواء ممتازة كل اللي بتتمناه رح يتم بهذه الفترة الغنية بالحظوظ. أنت الأقوى والأكثر فعالية حاول تستفيد من هالظروف الجيدة. عاطفيا رح تعرف أسبوع فيه أفراح كتيرة وبقدم لك كوكب الحب الموجود ببرج الميزان إشارات إيجابية وظروف عاطفية مشجعة وفيهم سعد للارتباط. ممكن حدا من أولادك يقرر يخطب فجأة أو يتزوج. أما العازم رح يستعيد ثقته بالحب وكمان رح يكون بانتظاره مفاجأة سارة على الصعيدين الشخصي والاجتماعي.